ونقول اهلا وسهلا للشيف الاستشاري باتريك مرعب. جا اهلا فيك. هلا. اتخورنا. مش مشكله. هاي شاف صباح. هاي صباح. كثير مبسوطين فيك. اهلا وسهلا. انا مبسوط فيكم اكثر صراحه. ونورا كمان. شف اول حاجه بقول لك هي انه نحن مبسوطين بوجودك معنا، وبقول لك صح انه انت ما فزت بتوب شيف في الموسم الخامس، ولكن كسبت جمهور كبير ومحبه ناس مره كثير، وكنت منافس لشرب الحائق. تمام. فابغى اعرف ايش احلى حاجه او تجربه تعلمتها من توب شيف. احلى شيء تعلمته من توب شيف هو انه ما في شيء مستحيل، بس حدا يحط براسه انه بده يعمل شغله بيقدر يعملها بكل سهوله. يعني بالنسبة لي كشخص علمت حالي خلال 11 سنة، قدرت نفس عالم عندها خبرة كتير كبيرة بالمجال، وهيدا شيء فرجاني انه لا، شو ما حط براسي بدي اعمل رح اقدر اعمل. حلو. طيب ايه الاطباق اللي انت فخور انك عملتها في توب شيف؟ كل صحن عملته بالاجمال فخور فيه، لانه صحن طلع تحت الضغط عفت، فهيدا عن جد يلي انا بعرف انت مضغوط بوقت من اجمل الصحون يلي عن جد من اجمل الصحون اللي عملتها بحياتي هو صحن البط مع الشوكولا. عملته بربع النهائيات تقريبا، هذا كان بط مع شوكولا مع صوص شوكولا. كومبينيشن دقيقه. طيب بما انه عم نحكي عن الصحون الطيبه، شو رح تطبخ لنا اليوم وخبرنا عن الانجريدينتس يلي رح تستعمله؟ اوكي. اليوم رح اعمل الصحن اللي عملته بحرب المطاعم، يلي هو فتت باذنجان، يلي هو سلطه الراهب سوري بس مع فتة. انك كنت بتقول انك بتقضي معظم وقتك في المطبخ مع والدتك. كنت اقضي كل معظم وقتي مع والدتي صح، وان الطبخ والوصفات اللي كنت بتعملها كانت رده فعل على كل حاجه انت بتحسها. صح، هو لقيت الطريقه اللي اعبر فيها عن كل شيء. بقول ما كنت احكي كثير لانه انا صغير، فالطريقه اللي لقيت فيها انه اعبر عن حالي هي خلال المطبخ. كمان بعدين بعملها هلا. ايوه، بس ازاي قدرت تستخدم المطبخ وادواته والاكل للتعبير عن مشاعرك؟ يعني مثلا لو انت متضايق بيطلع اكل عامل ازاي، ولو انت مبسوط الاكل بيبقى هلا. هو على الحالتين رح يطلع الاكل طيب، هيدا هون ما في شك. هذا اهم شيء يعني. اكيد اهم شيء. والا بس ايه الفرق؟ الفرق هو بيبين من الصحن، يعني لو في طريقة سكب معينة، وقت تكون رايقة معي، وقت تكون هيك ماشي حالي، طريقة الطبخ بتكون أنعم بكتير. اوكي. عرفت؟ وطريقة الطبخ بالنهاية هو الطبخ كله على بعضه فشي خلق. فهيك تشوف انه عم بتحول من شيء صغير شيء مرتب، عم تعمل من شيء صغير شيء كتير حلو. هيدا بالنسبة لي. تخيلت انك انت لو كنت مبسوط تعمل ديزرت مثلا، لو انت متضايق لو كنت متضايق بعمل ديزرت، لو كنت مكتئب شوي بعمل سوب او شيء من شوكليت. محتاج اعرف كيف اقدر اتعالج نفسيا من الطاقة السلبية وقت الطبخ، يعني إذا عندك أي وصفة خاصة لنا. هلا شوفي، أنا بالنسبة لي أنا بحب الطبخ شغفي، يعني هذا كل شيء بعمله بحياتي، فكرمال هيك بأهين لي أتنفس عن الطاقة السلبية أنا عم بطبخ. بس يلي بحب يجرب بالمطبخ، أنا بلاقي العجين كتير 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 هيك بيروق، لأنه لازم ينحط كتير هيك قوة جسدية تنعمل العجينة بالآخر تطلع متفشي تخلق. أوكي. That's a very good idea. العجن. أنا في سؤال عندي دايماً بيبقى موجود عند الشيف كله، خصوصاً تشتغل تحت ضغط. هل مثلاً ممكن وأنت أيوه ده اللي أنا كنت بقوله، أنت بتبقى في مضغوط كده ممكن تتعور مثلاً، أو ما بتقلقش إن أنت تبقى حاجة بسرعة؟ ليك كل ما خفت من شغلة كل ما بتصير تأذيك. فإذا أنا قاعد عم بقص وعم فكر إنه لا رح أجرح حالي بالسكين وما حقدر، رح أجرح حالي. بس ما حصلتش معك. فلا خلص، في يكون عم طلع فيك حتى هلا ورواه، وكون عم بقطع وما عندي ولا أي مشكلة. حاسب مش عم يطلع.